الله يمسيكم بالخير اخواني اخواتي. عندي مقترح، وهذا المقترح كنت افكر فيه قبل فترة انا ومعي احد الاصدقاء. اليوم عيالنا ما عاد عندهم دافعية للتعليم مثل قبل، ما نختلف عن هذا الشيء الا البعض القليل منهم حتى لا نظلم حد، والبعض الاخر او اغلبيتهم عند اتجاه غير طبيعي للإلكترونيات، طبعا بلاي ستيشن، الايباد، كذا، الأجهزة دائما في يدهم وما تطيح. والغريب انهم عندهم علم كبير وواسع في هذه الألعاب. احدهم يقول لي: حسن، انا مرة لعب من ألعاب اللي فيها يعني حروب وكذا، يقول تفاجأت ان ولدي يقول لي با ودني نيويورك. قلت ليش؟ قال لي با انا دل شارع شارع فيها وعرف كل شيء فيها وكل زاوية وكذا. يقول افتكرته يمزح، يقول لما فتحنا جوجل الخريطة يقول اشر لي كذا 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 كذا، فلما سألته وين عرفت قال لي با من اللعبة. معنى ذاك ان اللعبة اثرت في داخله وطبعت صورة نيويورك كاملة عنده في عقله، فهو عرف كل زواياها وكل مخارجها وكل مداخلها والحروب وكلام هذا كله. إلا بوصل لكم ما يلي. أنا أقترح، والأمر طبعا لكم، والاقتراح قبل النقاش طبعا أكيد للتعديل والتطوير، مجرد هي فكرة جات في بالي ونقلها لكم. الفكرة ملخصة أن احنا نوجد منظومة تعليمية جديدة تتوافق مع التطور اللي صار اليوم. أوضح أكثر، أمس كان التعليم بالورقة والقلم والدفتر والكتاب وما إلى ذاك، اللي هو الجيل اللي احنا درسناه والأجيال اللي قبلنا درسوه واللي قبلنا أيضا درسوه، لأن كان هذا متوفر ديك الأيام. طيب اليوم مع تطور الحديث واندماج عيالنا بشكل عام في التطور التكنولوجي قاعد يصير، صعب أن مخه يتقبل أوراق وقلم ويرجع إلى الدفتر والحفظ. ركزوا معي، صعب أن تتجرم من 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 تكنولوجيا هو عايشها الآن إلى تكنولوجيا شوف أن هي ما تواكب تفكير. أرجع أقول هذه فكرة قابلة للتعديل، قابلة للنقاش، مجرد فكرة جت في بالي أطرحها لكم. طيب أنا أقترح ما يلي: أن إحنا نوجد منظومة تعليمية من الصف من مرحلة الروضة إلى الصف الثالث أو الرابع، الولد يتعلم الأساسيات القراءة والكتابة ورقة وقلم عادي نفس الوضع الحالي. ما بعد الصف الرابع أوقف شغلة اسمها اختبارات وأستبدلها بمشاريع. واحد، طول الأسبوع المدرس في المدرسة مع الطالب أونلاين يدرس معاه، بحيث أن احنا نبعد عن أكمل الفراغ ووصل وعلل وكلام هذا اللي كنا ناخذه قبل وأذكر الأسباب، هذا كله الوقفة خلاص. يعني نترجم المنهج اللي احنا كنا ناخذ الكتاب هذا اللي ناخذه حاليا احيانا يعني ياخذونه، نترجم هذا المنهج إلى احنا نقول مثلا لعبة إلكترونية، تحدي إلكتروني، شغلة إلكترونية الولد يدخل فيها ويبتدي يلعب ويبتدي يصل من مرحلة لمرحلة من مرحلة لمرحلة باختبارات سريعة إلى أن يصل إلى النهاية، مثل الألعاب الإلكترونية قاعد يلعبونها الحين. هو شو قاعد الحين قاعد تشوف؟ لاحظ دخول أيدي دائما في تحدي، في مرحلة في مرحلة في مرحلة في مرحلة لم يوصل مرحلة نهائية. فما يمنع أن أنا الكتاب المدرسي المنهج اللي أنا حاطه لهم للصف السادس والسابع والثامن والتاسع لين الصف 12 أن يكون عبارة عن تحدي إلكتروني، من خلاله هذا الولد استفاد، حققت اللي أنا أبي بالطريقة اللي هو يبيها، بحيث أن يوم الخميس هو يوم المشاريع. شنو يوم المشاريع؟ أنا في الفصل الدراسي أعطي للطالب هذا الرابط، أقول له أدخل على هذا الرابط في مراحل حلها وتنكتب لك الدرجة، وهو يحل ويحل ويحل ويكمل 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 لين ينصل. طبعا المشروع هذا من يوم الخميس هو خلاصة اللي خذوه طول الأسبوع. طبعا يدخل بالفيديو بالصوت
يشتري المهم نفس الألعاب اللي هو قاعد يندمج فيها اليوم، ولكن إلى منهج تربوي. صدقوني راح نحقق أشياء كثيرة. جربوها الآن. الآن تقعد تتابعني، عقب ما تخلص من عندي ادخل البيت، روح حق ولدك، روح حق بنتك اللي ماسك الايباد او ماسك اللعبه قاعد تلعب، او ولدك قاعد يلعب اللعبه دي، واسأله عنها، اسأله تفاصيل عن اللعبه هذه، واسأله امس المرحله كنت فيها ايش والمرحله الجايه ايش. راح تتفاجأ وتنصدم بكميه المعلومات اللي عنده عن هذه اللعبه. طيب ليش ما تكون هذه كل كميات اللعبه المعلومات اللي عنده عن هذا المنهج؟ موضوع مش بسيط، ولكن ممكن تكون، ممكن يتم، ممكن نعمله. نواكب الفكر الحالي. الخميس الاختبارات هذه كلها تروح بعد ما اخلص المشروع، ابعثها للمدرس صححها لي، تجيني الدرجه مباشره كم خدت، بحيث ان يكون عندي حافز اني انتقل الاسبوع الجاي للمشروع رقم 2 اجيب درجه اعلى من الدرجه هذه. ارجع اقول هذه مجرد فكره، وقبل التعديل والتطوير والإضافة والحذف. بس أنا هدفي في الآخر، يمكن ما أدري، يمكن ما قدرت أوصل لكم الفكرة بطريقة صحيحة، اللي هو بس أنا أتمنى أن فهمتوا اللي أبغي أقوله، أن إحنا نترجم هذه الكتب وهذا المنهج إلى برامج إلكترونية تشد الطالب وتواكب فكرة وعصر هو عايش فيه. الولد 24 ساعة جوال في يده، 25 ساعة قاعد مشاهد التلفزيون، مشاهد الايباد، مشاهد الانترنت، مشاهد كذا. صعب تقول يا ابن الناس قم اقعد على ورقة وقلم واقعد ادرس. نعم في بعض الطلبة يندمج يروح عادي ما عنده مشكلة، بس الاغلبية اللي احنا قاعدين نعاني منه هذا الشيء انه هو مندمج بهذا الجهاز. طيب اجيب المنهج في هذا الجهاز وخليه يدرس منه، شو المشكلة؟ بقول لي البعض انه اليوم فعلا في مناهج عبر الايباد موجوده وعبر التابلت وكلام هذا كله، مش هذا قصدي. انا قصدي منظومه كامله، منظومه تعليميه متكامله، من وزاره الى مدارس الى مدرسين الى طلاب، حتى القائمين على هذا الموضوع يكونون من عمر الشباب اللي هم ما يتعدى عمرهم 30، تحت 30، هم قراب من عمر الشباب، فهم فاهمين ايش يبغون وفاهمين كيف يترجمون السؤال هذا ولا الدرس هذا بفكر شبابي. احنا الان كل القائمين في الوزاره مع احترامي تقديري لهم وكل جهودهم كلهم كبار، صعب تفهم الصغار ايش يبون. لا تقول لي قبل كان نفس الشيء، قبل كان نفس الشيء في ظرف ما، الان ظرف تغير، الان عصر السرعه، الان عصر التكنولوجيا، الان عصر التطور. لازم كلنا دور ونسمعهم ونفهمهم ونعيش فكرهم. نعم هناك جهود، نعم هناك مدارس تخصصيه، نعم هناك جهود من الدولة كبيرة وكثيرة للدعم التكنولوجي للتعليم، ولكن أنا وجهة نظري لم تحقق الأهداف، والدليل عزوف كثير من شبابنا وما عاد عنده دافعية للتعليم. لكن عنده دافعية، عنده دافعية أنه يقعد بالساعات يشاهد لعبة وفيها تحدي وفيها مراحل وفيها أسلحة وفيها ما أدري إيش. طيب ليش ما يكون اللي هو مندمج فيه هذا هو المنهج؟ فأنا أترجم المنهج الورقي هذا إلى هذه الفكرة، لعبة ولا حرب ولا اللي هو، ما أدري كيفكم أنتم. لأن حسينا أن عيالنا عندهم نوع من التحدي، يبي تحدى، خاصة في العمر هذا يبي تحدي، يبي يدخل في 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 مجازفة. ادخل وادرس، حقق أنت تبغي ك ك ك ك كوزارة، وحقق بطريقتهم هم اللي يبغونها. نعم هناك جهود، نعم هناك مدارس تخصصية، نعم هناك جهود من الدولة كبيرة وكثيرة للدعم التكنولوجي للتعليم، ولكن أنا وجهة نظري لم تحقق الأهداف، والدليل عزوف كثير من شبابنا وما عاد عنده دافعية للتعليم. لكن عنده دافعية، عنده دافعية إنه يقعد بالساعات يشاهد لعبة وفيها تحدي وفيها مراحل وفيها أسلحة وفيها ما أدري إيش. طيب ليش ما يكون اللي هو مندمج فيه هذا هو المنهج؟ فأنا أترجم المنهج الورقي هذا إلى هذه الفكرة، لعبة ولا حرب ولا اللي هو، ما أدري كيفكم أنتم. لأن حسينا أن عيالنا عندهم نوع من التحدي، يبي تحدى، خاصة في العمر هذا يبي تحدي، يبي يدخل في 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 مجازفة. ادخل وادرس، حقق أنت تبغي كوزارة، وحقق بطريقتهم هم اللي يبغونها.